أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل ورد أن عند نزول المطر يستجاب الدعاء، وما هي الأوقات الأخرى التي يستجاب فيها الدعاء؟ لا أعلم دليلا، هذا معروف عند الناس، لكن أنا لا أعلم دليلا أن من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر، إلا إن كان من باب التفاؤل، لأن المطر رحمة، فإذا دعا يستجاب له من باب التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل. نعم.